نافع الحجيلي ما شاء الله سكن بومي قربنا 30 سنة. مجلس يا أخوة على الطريقة الخليجية أو الطريقة السعودية. ما شاء الله تبارك الله. وهذه حديقة منزل الشيخ نافع الله يحفظه، حديقة جميلة جدا صراحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم الناس كل، أرجو أن تكونوا بخير، أرجو أن تكونوا بصحة جيدة. تحية لكل المتابعين، نستبع في الكل، تحية إليكم أينما كنتم. اليوم يا إخوة أنا متواجد في منزل الشيخ نافع الله يرحم والديه والله يحفظه، بسوي مع لقاء يشارك تجربته. إذا كان حابين تتعرفوا على الشيخ نافع ولا تجربته تابعوا الحلقة. طيب يا إخوة، هذا بيت الشيخ نافع الله يحفظه، هذا باب الدخول. طبعا البيت طويل ما شاء الله وكبير. طبعا هذه الجهة هي بيت وسكن الشيخ نافع وعائلته الله يحفظهم، والجهة هذه تابعة كذلك للشيخ نافع ولكن تابعة للضيوف يا إخوة. يعني فيها المصلى وفيها المجلس وفيها كثير من يعني التسهيلات والخدمات، فيها حديقة كبيرة كذلك. هذا بيت الشيخ نافع، وهذا الجهة خاصة بالضيوف، اللي طبعا الشيخ نافع دائما يحرص على خدمة الضيوف ودائما يكون سعيد لما يجوه ضيوف. هذا بيت الشيخ نافع ما شاء الله كبير، وهذا المكان كله خاص بالضيوف، يعني فيه المجلس. نوريكم يا ماني ممني دلوان تبع ما كنت ماما. هذه الجهة يا أخوة كلها خاصة بالضيوف. طبعا هذا الحمام أكرمكم الله، هذا مكان الوضوء، هذا المصلى، صلى ما شاء الله محترم، صلوا فيه الجماعة لما يكونوا في ضيوف، صلوا فيه الجماعة ما شاء الله تبارك الله. في حتى جلسات ما شاء الله. هذا المكان طبعا للاستراحة، كذلك لما يكونوا في ضيوف حابين يعني يقيموا عند الشيخ نافع يوفر لهم مكان يقيموا فيه، مكان محترم. هذه جلسة، طاولة، هذه حديقة اللي صورتها لكم طبعا، حديقة كبيرة ما شاء الله تبارك الله. كذلك في مجلس يا اخوة للضيوف بنوريه لكم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو المجلس يا اخوة على الطريقة الخليجية او الطريقة السعودية، مجلس على كيف كيفكم ما شاء الله تبارك الله. مجلس جميل مفتوح يعني على الطبيعة، مثل ما تشوف يعني الضيوف يبدو قاعدين ويشوفوا في الطبيعة. والقهوة العربية والتمر طبعا شيء واجب يعني في كل بيت سعودي تحصله. هذه القهوة العربية وهذا التمر ما شاء الله تبارك الله، تمر سكري. هذا طبعا مكان هذا كذلك السكن تابع للشيخ نافع للضيوف كذلك. ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله. هذا كذلك السكن تبع الشيخ نافع. طيب يا اخوان اطلعوا لفوق، صوروا الحديقة من فوق.
طبعا ما عندهم اشغال، طلعنا لفوق. المفروض في العادة يكون عندهم جلسات او طاولات، حاليا عندهم شوي اشغال. طبعا مازال يعني قيد الانجاز. هذه الحديقة من فوق. ما شاء الله تبارك الله. وهذا غدانا اليوم في بيت الشيخ نافع، الله يبارك فيه. جزاك الله خير اخ نافع، بعض من الاخوه كذلك من السعوديه. حياكم الله، ما شاء الله. يا ابو محمد كيف اندونيسيا؟ تمام، والله جميله، مبسوطين بطيبه اهلها. ما شاء الله، وجود ابو محمد الله يبارك فيكم جميعا، وجودك يا حبيب ومعرفه طيبه. الله يبارك فيكم، انا كذلك متشرف جدا اني معكم اليوم والله العظيم. الله يبارك، هذا الشيخ نافع الله يحفظه. وهذا الاكل ما شاء الله تبارك الله، خيرات. هذا حطه هنا، سمك اعطيه عندي، هاته. طيب يا اخوان نتغدوا ونواصلوا اللقاء ان شاء الله. من الله اكلات عربيه على كيف كيفكم. يلا الله يحييكم. ما شاء الله تبارك الله، الشيخ نافع جزاك الله خير على الاستضافه. طبعا يا اخوانا في استضافه الشيخ نافع الله يبارك فيه. الشيخ نافع لو تعرفنا على نفسك شوي. وفيكم يبارك الحبيب نافع الحجيلي، ما شاء الله. سكان بومي، لنا قربنا 30 سنه. ما شاء الله تبارك الله. الحمد لله معي اولادي هنا. ما شاء الله. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل دارنا ودار المسلمين عامر بالطيوف اللي مثلك وسواك مثل الاخوان. الله يرى الكاميرا هنا. الله طبعا الاخوه مستحيل التصوير. جزاكم الله خير، جزاك الله يبارك فيكم. يعني ما الله يحتاج غير انسان، يعني انسان طيب وخدوم، وانا متشرف والله اني جيت زرته. اخي نافع طبعا انت من تقدر بثمن طبعا طبعا الناس الغانمين. طبعا طبعا الاخوه والصداقه، الدار اللي ما يجونها الناس وينورونا صح. كانه قبر. هذا 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 من طيب من طيبه قلبك يا اخي، الله يبارك فيك. طبعا انت من السعوديه يا اخي نافع، انت اصلا انت سعودي ما شاء الله عليك، عندك تجربه في اندونيسيا كم قلت لي؟ 30 سنه قربت 30 سنه. طيب اخي نافع لو تحكي لنا على تجربتك بصفة عامة باختصار، كيف كانت يعني؟ تجربتي عادية أبدا، تقعدنا وجينا هنا الحمد لله، وبلاد المسلمين كلها بلاد واحدة طبعا، ما في فرق، أمتكم أمة واحدة، ما شاء الله. فمتأقلمين مع الناس اللي هنا الحمد لله الأحياء، نعم، وأبدا بخير ونعمة من الله، ونروح ونجي يعني الله إلى بلدنا الحبيب. طبعا دائما تروح للسعودية باستمرار و... طبعا الحمد لله رب العالمين. يعني اذا تقدر تقول خلاص اقلمت اخ نافع مع الحياه ومع يعني طريقه تفكيرهم. لا شك، نعم، وفي النهايه احنا يعني مسلمين طبعا، ما في اي فرق. طيب اخ نافع الله يبارك فيك، طبعا كثير من الاخوه يتواصلوا معي على الخاص، حابين يهاجروا الى اندونيسيا او يسافروا اندونيسيا ويستقروا فيها، ولكن متخوفين، يقول لك يا اخي انا ببيع بيتي مثلا في الاردن ولا في السودان ولا مش عارف، واستقر في اندونيسيا مع اهلي. ايش تنصح اخ نافع؟ عندك توجيه او شيء مثلا؟ هذا مثال يعني. في بلدها الام هذا مو صحيح، الناس ظروفها تختلف. تمام. رحم الله امرئ عرف قدر نفسه. نعم. الانسان تختلف ظروفه، او شيء عنده اولاد صغارين بحاجته ويتركهم هناك، لا. الناس ظروفها تختلف، مثلا اولاده مستقلين ومتزوجين وبيعيش هو عياله برا، بلاد المسلمين ما تعتبر غربه. طبعا البلد طبعا. جميله وجوها جميل، والناس الحقيقه من اطيب الشعوب. نعم نعم. من اطيب الشعوب اللي صح. ممكن يتعايش مع الشخص. والانسان مهما كان يعني على نفسه بصيره، يعرف كيف يجعل نفسه محبوب بين الاخرين. وهذا من الناس اللي حابين يستقروا في اندونيسيا، انا دائما اقول لهم تعالوا للبلد كزياره، يعني تعالوا اكتشفوا البلد، تعالوا طبعا ما تتسرعوا يعني، بعد لا تسوي شيء ولا حتى تعرف البلد وتفهمه سنوات، اما يجي يقول بستثمر واروح ما يصير، لان تجارب الناس تختلف. ربما الاخ نافع مبسوط وما شاء الله مرتاح في البلد، ربما شخص اخر يقول لك لا انا ما عجبتني البلد، يعني كل شخص كل انسان له ظروفه، كل انسان له ظروفه وميولاته. طيب اخي نافع، في كثير انا يتواصلوا معي اخوه من دول عربيه، يقول لي والله انا ببحث على فرصه عمل وانا بجي اندونيسيا، هل ممكن اجد فيها عمل؟ ايش رايك تقول لهم انت الله يبارك فيك؟ اللي عنده راس مال وراس مال وراس مال كبير يقدر يستثمر في اراضي وفي كذا، يعني هي اللي تقريبا امنه. اما انه يجي اول مره البلد
في محاذير. يعني ما البلد ما تصلح لل ما في يعني الناس تختلف في داله علاقات هنا، ويعرف وين يحط رجله، ما هو صح بس كذا من جا وذا ويلا وجازف. صح وكثير للأسف يجون يفشلون. ما الرأس شاء المال الله. الكبير اللي تبدأ به لازم عندك قدك كمان قبل ما تبدأ، صحيح صحيح. لكن يبدأ بصغير مثلا الشقة في أبراج في جاكرتا هذه ممكن يستثمرها، أرض على شوارع رئيسية، راضي على شوارع رئيسية هذه. يحاول يكون قانوني كذلك يا اخي ناف. طبعا طيب لازم يفهم يطبق القانون. قانون البلد قبل ما ما يبدأ في يبدأ أي أي خطوة. خطوة، نعم. لازم يعرف. يقول اللي يسأل ما يتوش، صح أخواننا صح المصريين صح لازم يسأل صح ويسأل 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 الخبرة، يسأل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ما هو يسأل كل ما واحد جاي مثلا قال له سو كذا، لا اسأل الخبرة والكذا، والاستعجال في الأمور دي ما هي. ولهذا السبب أنا جيتك اليوم أخي نافع حتى تشارك تجربتك، ما شاء الله تجربة طويلة، وإن شاء الله يكون فيديو إن شاء الله مفيد للإخوة. الله يبارك، بارك الله شكرا فيك يا أخي، شكرا لزيارتك، أنا شكرا أتشرف لك، وسعيد جدا وأنت قمت بالواجب. الله يبارك الله فيك يبارك، وجزاك الله كل خير. أي نصائح أخي نافع الله يبارك فيك للإخوة اللي حابين يزوروا إندونيسيا ويستقروا، إذا كان حاب توجه لهم نصيحة من خلال القناة هذه أبدا. المتواضعة. بلد مسلم زوره مرة ومرتين وثلاثة واعرف البلد، زيارة كذا، لكن تقول أجي مستثمر ومقيم من أول مرة، لا، اعرف البلد اكتشف في البلد. واعرف وقارن ظروفك نعم بما تراه واتخذ القرار بالضبط. بعدها. بارك الله فيك أخي نافع، وفيكم جزاك يبارك، الله كل وفيكم خير، يبارك، جزاكم بارك الله الله، خير. شكرا. العفو العفو، حياك الله. ما شاء الله تبارك الله، وهذه حديقة منزل الشيخ نافع الله يحفظه، حديقة جميلة جدا صراحة. شوفوا يا أخوة الطبيعة والخضرار، حديقة كبيرة ما شاء الله. طبيعة يا أخوة، شوفوا ما شاء الله، حديقة تعمل كيف في سوكابومي. ما شاء الله يا أخوة، شجرة الدوريان، شوفوا الدوريان الفاكهة المشهورة في إندونيسيا، حديقة كبيرة ما شاء الله. ها الله يرى، روائح جدا طيبة سبحان الله. هذا وني منيا وني داري بون. مانغيس سير، هذه فاكهة أبا نام أبو نير. مانغيس، هذه فاكهة تسمى المانغيس يا أخو، مانغيس مانغيس، مانيش عارف كيف ننطقها صح. فاكهة لذيذة ما شاء الله، موجودة في إندونيسيا بكثرة. ما شاء الله، هذه جلسة على الطبيعة يا أخو. طيب يا أخو نوريكم المسجد اللي أشرف عليه الشيخ نافع الله يحفظه، هذا هو المسجد، حاولوا نروحوا له، قريب من بيت الشيخ نافع مش بعيد طبعا. هذا هو المسجد يا أخو ما شاء الله تبارك الله، مسجد جميل، الله يجزيك خير كل من أشرف على هذا المسجد وكل من ساهم فيه، وفي ميزان الحسنات بإذن الله. خلينا نكتشفه من الداخل. طبعا هذا باب المسجد ما شاء الله تبارك الله، حاولوا ندخلوه. مسجد ما شاء الله نظيف جميل. دار المنية ما شاء الله تبارك الله، وهذا باب المسجد يا أخوة. طيب ندخل. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم، الله يفتح لي برحمتك. ما شاء الله تبارك الله، جميل جدا يا اخو.
وهذا الطبل يا أخوة على حسب العادات والتقاليد في إندونيسيا، في بعض المساجد تستخدم الطبل كأنذار لدخول وقت الصلاة. وهذه الإطلالة الجميلة ما شاء الله تبارك الله، مزارع أعتقد، هذه مزارع رز. سبحان الله. هذه بيوت المتسكنين، مكان الوضوء طبعا، حمامات كرمكم الله. طيب يا اخوان ان شاء الله عجبكم فيديو اليوم، هذا هو الفيديو، هذه تجربة اخونا نافع الله يبارك فيه، الاخ نافع عسان طيب جدا وانسان خدوم، نسأل الله ان يحفظه ويكتب له الاجر. ان شاء الله استفدتوا هذا الفيديو، نتقابل فيديو جديد، ما تنسوش الاشتراك في القناة، اكتبونا رايكم في تعليق، انشروا الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.